السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدت كتاب رائع مترجم من اللغة الصينية عن طريق شركة اسمها ديجيتال فيوتشر، ومن زمان بدي أحكي عنه. مترجم باللغة العربية، هو كتاب كبير ودليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. طبعا حبيت أقرأ لكم إياه. إذا في إشي من عندي أنا حبدأ أحكي فيه، أنا ححكي وكلامي، أما غير هيك راح يكون كله من الكتاب. طبعا كلنا بنعرف إنه بدأ هذا الفيروس في مدينة ووهان في الصين، انتشر حول العالم، الآن الأعداد عم تزداد، فبدنا نعرف معلومات موثقة عن هذا الموضوع. عشان هيك أنا أحاول أحكي لكم بهذا الكتاب. طبعا في بداية الكتاب بحكي شكر وتقدير إلى الطاقم الطبي على تحمله ومسؤولياته، يرجى اتباع جميع طرق الوقاية المطلوبة. في محتويات حنحكي عنها أول بأول. الآن خلينا نبدأ في التعرف على فيروس كورونا. هذا هو الهدف من الجزء الأول. ما هو فيروس كورونا المستجد؟ فيروس كورونا المستجد هو نوع من الفيروسات الجديدة من نوعه، يصيب الجهاز التنفسي للمرضى المصابين بالتهاب الرئوي، وهو مجهول السبب إلى الآن. ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر 2019، وفي 8 شباط فبراير 2020 أطلقت لجنة الصحة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية تسمية فيروس كورونا المستجد الجديد أو الكوفيد-19 على الالتهاب الرئوي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ثم غيرته في 22 فبراير إلى الاسم الإنجليزي الرسمي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهو كوفيد-19، قبل أن تعتمد هذه التسمية رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية في 11 فبراير، في حين بقى الاسم الصيني لهذا الفيروس بلا تغيير. ما الفرق بين فيروس كورونا المستجد وفيروس السارس والميرس؟ ينتمي كل من فيروس كورونا المستجد وفيروس السارس والميرس إلى عائلة فيروسات كورونا، يعني هي عائلة. وقد أظهر تحليل الجينات في الماضي أن خصائص الجين الخاص بكوفيد-19 تختلف اختلافاً كبيراً عن سارس كوف وميرس كوف. أما اليوم فأثبت التحاليل أن نسبة التماثل بين إنكوف 2019 والبات اس ال كوف في زد سي 45 اكثر من 85% في التشابه. من المعرض للاصابه في كورونا المستجد؟ يمكن ان يحدث الالتهاب الرئوي الفيروسي الناجم عن الاصابه بفيروس كورونا لدى الاشخاص الذين يعانون من انخفاض وظيفه المناعه الطبيعيه في اجسامهم، وهذا مرتبط بحجم الفيروس. بدي اضيف من عندي هون انه كلنا معرضين للاصابه بهذا الفيروس صغار وكبار. المعرض للاصابه غير المعرض للوفاه، خلينا ننتبه لهي النقطه. هل ينتشر فيروس كورونا المستجد من شخص الى اخر انطلاقا من تسلسل بعض الحالات العديده المتجمعه؟ فإن خصائص انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر واضحة جدا، وهناك نطاق معين في انتقال هذا الفيروس بين جماهير الناس. 5، ما طرق انتشار فيروس كورونا المستجد؟ أول واحدة، 1، انتقال الرذاذ عن طريق الجهاز التنفسي. يعد الرذاذ بشكل عام جزيئات مائية متناهية من الصغر بقطر أصغر أكبر من 5 مايكرونات. يدخل الرذاذ المسبب للمرض من مصدر التلوث إلى سطح الغشاء المخاطي الحساس خلال مسافة معينة، متر عموما. طبعا من عندي هاي تم زيادة هذه المدة إلى 6 أقدام أو إلى أكثر من مترين. كمل. ثم يدخل الجهاز التنفسي للشخص المصاب، وبشكل عام يوجد مصدران أساسيان لانتقال الرذاذ: السعال أو العطس أو الكلام. 2، إجراء عمليات الغمر اللي هم لما يدخلوا الأنبوب في الجهاز التنفسي، مثل امتصاص البلغم أو إدخال أنبوب ما في القصبة الهوائية لإبقائها مفتوحة وما إلى ذلك لتحفيز السعال والإنعاش القلب الرئوي. 2، انتقال العدوى عن طريق الاتصال المباشر. يقصد بانتقال العدوى عن طريق الاتصال المباشر أن مسببات الأمراض المعدية كالسعال أو العطس تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الغشاء المخاطي للجسم أو الجلد. وهناك طريقتان لحدوث ذلك، هما
واحد انتقال الدم أو سوائل الجسم الحاملة لمسببات المرض إلى جسم الإنسان من خلال الغشاء المخاطي أو الجلد التالف. اثنين انتقال العدوى عبر لمس أو مصافحة من يعانون من مسببات الأمراض كالسعال أو العطس. وهون بدي أضيف أنا أنه بعدين نلمس وجهنا. صباح الخير دكتور فاروق، أهلا وسهلا فيك. ستة، ما أعراض فيروس كورونا المستجد؟ الحمى، التعب الشديد، السعال الجاف هي الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد، بينما انسداد الأنف أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والإسهال أعراض نادرة جدا. كذلك يصاب مرضى الأمراض الشديدة بضيق في التنفس وانخفاض في نسبة الأكسجين في الدم. بعد أسبوع تقريبا تطور الحالة سريعا إلى ما يسمى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة المشار إليها ARDS، والصدمة الإنتانية والحماض الاستقلابي الذي تصعب معالجته ونزيف الدم وتخثر. وجدير بالذكر أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحادة قد يعانون من حمى منخفضة إلى متوسطة أو حتى حمى واضحة، بينما بعض المرضى لا يعانون إلا من حمى منخفضة وتعب خفيف ولا التهاب رئوي لديهم. 7، كم تبلغ الفترة بين الإصابة بالفيروس كورونا وظهور أعراضه؟ بناء على النتائج التحقيقية والتحقيق الوبائي الحالي، تظهر عوارض الإصابة بفيروس كورونا خلال 3 إلى 7 أيام في أغلب الحالات، ولكن بعض الحالات تشير أن فترة اكتشاف الإصابة يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوم. كيف هو وضع تشخيص مرض الكورونا؟ في الوضع الحالي للحالات المرضية يظهر تشخيص معظم المرضى حالة خطيرة، أما تشخيص كبار السن وذوي الأمراض الأساسية المزمنة فهو ضعيف، بينما أعراض الإصابة لدى الأطفال تكون خفيفة جدا. 9، كيف تكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العيادة؟ يجب أن يكون تحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد متوافقا مع أمرين: تاريخ انتقال الوباء، أي قبل ظهور المرض يكون للمريض سجل سفر أو إقامة خلال الفترة 14 يوم الماضية في المناطق التي ينتشر فيها فيروس كوفيد-19، أو على اتصال وثيق بمرضى الكورونا المؤكد أصابتهم. 2، مع الفحوصات السرية قد يعاني المصابون بأعراض فيروس كورونا من حمى وأعراض تنفسية تشير إلى إصابتهم بالالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي الناجم عن هذا الفيروس الجديد. في المرحلة المبكرة من المرض يكون العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء طبيعي أو منخفض قليلاً، أو يكون عدد الخلايا الليمفاوية منخفض، وعلى أساس مراقبة الحالات يمكن إجراء التشخيص عن أخذ طريق عينات من المرضى أو المشتبه بإصابتهم بالمرض، بما في ذلك عينة من اللعاب أو البلغم ومن مسحة في الأنف والحلق وغيرها من أعضاء الجهاز التنفسي، ثم يتم تأكيد الإصابة التشخيص بالإصابة عن طريق اختبار الحمض النووي. طبعاً كاتبين اليوم الأول لازم عدم الخروج، اليوم 15 عدم الخروج. طبعاً ما المقصود 10؟ ما المقصود بالاتصال الوثيق؟ يقصد بالاتصال الوثيق الأشخاص الذين عاشوا أو عملوا في مع الحالات المؤكدة أو المشتبه بإصابتهم بوفاء فيروس كورونا في غضون 14 يوم، بما في ذلك الزملاء في العمل، زملاء الدراسة في الصف الواحد، الركاب على نفس الطائرة وغيرها من أشكال الاتصال المباشر، بما في ذلك رعاية المرضى المصابين بعدوى الفيروس، ركاب سيارات الأجرة ومستخدمي المصعد إلى آخره. 11، ما الإجراءات التي يجب اتخاذها مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد؟ يجب على جميع الأشخاص بما في ذلك أفراد الطاقم الطبي الذين قد يتصلون بالمرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا الخضوع لمراقبة صحية لمدة 14 يوم تبدأ من فترة الملاحظة من اليوم الأخير للتواصل مع المريض. أي أعراض خاصة، الحمى، أعراض جهاز التنفس، السعال، ضيق التنفس أو الإسهال، يجب أن تعالج على الفور. عند الشك بأي أعراض إصابة لديك أعطين صورة يعني أنا سوري بقرأ في الصورة. 12، ما الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاتصال بمن يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد؟ في حال ظهور أي أعراض للفيروس على الأشخاص الذين نتصل بهم اتصالا مباشرا، أبلغ المستشفى سريعا ثم توجه إليه بنفسك على سبل الوقاية. 2، في الطريق إلى المستشفى يتوجب على المرضى ارتداء أقنعة وجه طبية واقية. 3، تجنب وسائل النقل العام واستدعاء سيارة الإسعاف أو استخدام سيارة
خاصة لنقل المرضى، وأثناء الطريق افتح النافذة إذا تيسر لك ذلك. 4، عند الاتصال الوثيق بالمرضى يجب الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي وتنظيف اليدين جيدا في جميع الأوقات. ابقى بعيدا عن الآخرين قدر الإمكان، متر واحد على الأقل عند الوقوف أو الجلوس وعلى الطريق وفي المستشفى. 5، يجب تنظيف وتطهير أي سطح ملوث بإفرازات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم، رذاذ، سعال، عطاس، بمطهر يحتوي على عامل تبييض مخفف اللي هو كلور. طبعا لا كاتبين لا ترش المعطرات في الغرفة، المعطرات اللي هي تبعت الريحة. امسح مقابض الأبواب والهواتف المحمولة والأثاث بالكحول المطهر. 13، كيف نبقى بعيدين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟ بسألني ماذا عن الإحساس بالضعف والإرهاق؟ بس عشان أأكد، أنا بقرأ من الكتاب تقريبا حرفيا عشان ما يكون في تغييرات. نعم، في ناس ممكن يصيبهم إحساس بالإرهاق. 13، كيف نبقى بعيدين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟ أول واحدة، تجنب ممارسة الأنشطة في الأماكن المزدحمة، وتجنب الاتصال مع المرضى الذين يعانون من التهابات في الجهاز التنفسي. 2، عزز لياقتك البدنية وحصن نفسك من المرض عبر اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المناسبة والعمل المنتظم والراحة وتجنب الإجهاد. 3، حافظ على البيئة المحيطة بك نظيفة وجيدة للتهوية، افتح النوافذ للتهوية على الأقل 3 مرات في اليوم الواحد ولمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة. أما عندما تكون جودة الهواء الخارجي رديئة فعندها يجب أن تقلل من عدد مرات التهوية وأوقاتها بشكل مناسب. 4، اتبع عادات جيدة تتطلب بنظافة جهازك التنفسي وحافظ عليها، فعند السعال والعطاس غطي فمك وأنفك إما بمنديل ورقي ومناشف، ثم اغسل يديك جيدا بعد السعال والعطاس، وتجنب لمس عينيك وأنفك أو فمك بيديك. 5، إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك تعانون من أعراض عدوى في الجهاز التنفسي مثل السعال وسيلان الأنف والحمى وما إلى ذلك، ينبغي أن تبقوا في المنزل في عزلة وأن تلتزموا الراحة التامة. وإذا وكنت لا تزال تعاني من الحمى أو ازدياد الأعراض عليك، سواء فيجب أن يكون فيجب أن تكون صبورا لرؤية الطبيب. 6، اغسل يديك كثيرا بالصابون أو معقم اليدين والماء الجاري، وامسحهما بمنديل يمكنك التخلص منه أو منشفة نظيفة. كذلك ينبغي غسل اليدين مباشرة بعد لمس إفرازات الجهاز التنفسي كالعطس والسعال. 2، الوقاية الشخصية في مواجهة وباء الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد. لا ينبغي لنا أن نخاف، لا ينبغي أن نخاف، لا أن نصدق كل ما نسمعه من شائعات حول هذا الوباء. كذلك علينا أن نمتنع عن نشر الشائعات وأن نتبع طرق الوقاية الشخصية بشكل جيد، لا للهلع، لا لنشر الشائعات، لا للاستسلام للأوهام. إن تحملك مسؤولياتك في اتباع سبل الوقاية الشخصية من هذا الوباء سينعكس إيجاباً على الآخرين والمجتمع. 14، كيف ننفذ تعليمات الوقاية الشخصية؟ 1، اعتني بنفسك جيدا أثناء أوقات عملك اليومي أو في فترات الدراسة، كذلك في مختلف فترات الحياة اليومية وعند استخدام المواصلات العامة. 2، اغسل يديك كثيرا وقلل من مرات الخروج إلى المنزل، وفي حال اضطررت للخروج يجب عليك أن ترتدي كمامة طبية أو قناعا واقيا لمنع مسببات الأمراض من الانتشار من خلال الاتصال الخارجي والتعرض للرذاذ. طبعا هذه مشهورة في الصين، إنه هم هذه من عندي. طبعا الصينيين كتير بيحكوا لشعبهم البسوا الكمامات، ما تطلعوا بدون كمامات. منظمة الصحة العالمية بيختلف اختلاف كلي، بيحكي إنه بس المريض لازم يلبس كمامة، بس عشان يكون عندكم علم. 3، حاول تهوية غرفتك دائما. 4، احرص على الالتزام بالنظافة والتعقيم اليومي، لأن هذا الفيروس تاجي حساس جدا تجاه الحرارة. لذلك انقع ما تستخدمه من أدوات في وعاء من الماء الساخن درجة حرارته 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، على أن يضاف إليه 75% من الكحول ومطهر الكلور ووسائل الكلوروفين الكلوروفروم وغيرها من المذيبات الدهنية التي يمكن أن تحد من خطورة الفيروس بشكل فعال. 15، لماذا نغسل يدينا بشكل متكرر؟
يلعب غسل اليدين بشكل متكرر وصحيح دورا هاما في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، حيث يعد أحد أكثر التدابير الفعالة للوقاية من الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. لذا توصي كل المراكز الصحية والوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض وغيرها من المنظمات الصحية الرسمية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون. متى يجب؟ طبعا أنا من عندي بدي أضيفه، لأنه الفيروس هو بتكون من سطح خارجي دهني، والصابون معروف أنه بكسر الأجزاء الدهنية، وبالتالي أنت لما تكسره بتقدر تزيله عن يديك. 16، متى يجب أن نغسل يدينا؟ هل تعرف أي المواقع التي تتطلب منك أن تغسل يديك؟ وفي أقرب وقت ممكن يجب ملاحظة الحالات التالية: 1. قبل وبعد نقل المستندات باليد. 2. بعد السعال أو العطاس. 3. قبل إعداد الطعام وأثناء وبعده. 4. قبل الأكل. 5. بعد الذهاب إلى المرحاض. 6. عندما تكون اليدين متسختين. 7. بعد التواصل مع الآخرين عن طريق اللمس أو المصافحة. 8. بعد لمس الحيوانات. 9. بعد قبل الخروج وبعد العودة للمنزل. أنا بضيف من عندي 10. قبل الوضوء، وإن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. 17. كيف نغسل يدينا بشكل صحيح؟ لغسل يدينا بشكل صحيح نحتاج إلى إتقان 6 خطوات مهمة. الخطوة الأولى هي فرك اليدين وراحتهما معا 5 مرات بالماء والصابون أو مطهر اليدين. الخطوة الثانية فرك اليد اليمنى والأصابع معا 5 مرات. الخطوة الثالثة فرك اليد اليسرى والأصابع معا 5 مرات. أما الخطوة الرابعة فهي فرك الأصابع من الأمام ومن الخلف معا 5 مرات. بينما الخطوة الخامسة هي أن نمسك بأحد اليدين الإبهام والأخرى ونقوم بفركه، ثم نكرر العملية في كلا اليدين 5 مرات كما فعلنا سابقا. في الخطوة السادسة ثني الأصابع لفرك المفصل اليد وبشكل دائري وبراحة اليد، وتبادل ذلك 5 مرات في كلا اليدين. طبعا مش عارف إيش مش هم بيحكوا هون من عندي هاي إلى سطح الخارجي. طبعا في هون صورة إنه اغسل يديك على الفور عندما تصل المنزل، علق ملابسك في مكان جيد للتهوية، ثم قم بتعقيمها وتنظيفها إذا أمكن ذلك. 18. ماذا نفعل عندما لا يكون غسل اليدين متاحا؟ إذا تعثر غسل اليدين بماء صاف خلال الرحلات والنزاهات التي تقوم بها، يمكن عندئذ استخدام الكحول الطبي في تنظيف اليدين. إن فيروس كورونا ليس مقاوما للأحماض والقلويات. من عندي الخل ما بنفع هون. نكمل. كما أن أنه حساس أيضا تجاه المذيبات والمعطرات العضوية. وفي حال اخترت الكحول الطبي لتنظيف يديك ينبغي استخدام 75% منه. إن هذا الكحول الطبي يمكن أن يعيق الفيروس ويحد من خطورته، لذلك يمكن اتباع تركيز معين من الكحول الطبي يعني اللي هو سانيتايزر كبديل لغسل الماء والصابون. 19. وهذا سؤال مهم جدا. حياكم الله يا شباب، أهلا وسهلا فيكم. السؤال اللي بعده: متى نحتاج إلى ارتداء قناع واقي؟ أثناء التعرض إلى الوباء يجب أن نرتدي القناع الواقي أو الكمامة الطبية عند تواصلنا مع الآخرين وجها لوجه، وكذلك عند دخولنا الأماكن العامة والأماكن المكتظة بالسكان أو المغلقة، وأيضا أثناء استخدام وسائل النقل العام. أما عندما نكون بمفردنا فلا ضرورة لارتداء القناع الطبي. من عندي الآن زي ما حكيت لكم، الصين في جميع النشرات تبعتها وجميع الأطباء وجميع النشرات الطبية بيحكوا أنه لازم نرتدي الماسك على وجهنا. WHO منظمة الصحة العالمية لم تقل ذلك، أو على العكس قالت أنه الأطباء الأصحاء مش لازم يلبسوا. المشكلة أنت مش عارف مين الصحيح ولا هذا. أنا من رأيي الخاص، وبحكي أجين من رأيي الخاص، البس قناع. 20. كيف نختار القناع الواقي الذي نستخدمه؟ بالنسبة لعامة الناس ينبغي استخدام كمامات وأقنعة واقية طبية يمكن تخلص منها يعني مرة واحدة، وأقنعة جراحية. لا ينصح أبداً باستخدام أقنعة مصنوعة من الورق أو القطن أو الإسفنج. كذلك ينصح باتباع ما يلي: استبدال الكمامات الطبية القابلة للاستبدال فور التلوث أو الرطوبة مرة واحدة. بالنسبة للكمامات والأقنعة الجراحية الطبية يوصى بارتدائها في الأماكن المكتظة بالسكان اللي هي N95 زي ما بنحكي، واستبدالها بعد ارتدائها لمدة 8 ساعات أو بعد تعرضها مباشرة للتلوث أو الرطوبة.
القناع الواقي العادي يجب استبداله بعد 4 ساعات، أما القناع الـ N95 فيمكن استخدامه لمدة 8 ساعات. كيف نستخدم القناع الواقي بشكل صحيح؟ يتوجب علينا أولاً التمييز بين الجهة الأمامية للقناع الواقي وبين الجهة الخلفية. الجانب الداكن من الكمامة يجب أن يكون باتجاه الجبهة، بينما ويجب أن يكون مواجهاً للخارج. كذلك هناك أربطة معدنية على مقطع الأنف للقناع الطبي اللي زي حديدة. ثانياً وضع الجانب الآخر من القناع، الجانب الفاتح على الوجه. انتبه أن هذا الجزء من القناع إلى استخدام الشريط المعدني، والذي يجب أن يكون في الجزء العلوي من القناع ولا ترتديه نحو الخلف. ثالثاً بعد التأكد من صحة وضع القناع على الوجه بالشكل الصحيح، اغسل يديك وثبت رابطيه على أذنك جيداً. رابعاً وأخيراً بعد ارتداء القناع، اضغط على الشريطين المعدنيين الواقيين على جانبي الأنف بكلتا اليدين لجعل الطرف العلوي من القناع قريباً من الأنف، ثم قم بتمديد القناع إلى أسفل لجعل القناع يظهر بدون تجاعيد، ومن الأفضل تغطية الأنف طبعاً والفم. 22. هل يمكن إعادة استخدام القناع؟ بالنسبة إلى عامة الناس وفي حال عدم الاتصال بالمرضى أو الأشخاص المشتبه في إصابتهم، يمكن تمديد فترة استخدام القناع الواقي وإعادة استخدامه وفقاً لنظافته. بمجرد تلوث القناع من إفرازات الجهاز التنفسي كالرذاذ وغيره من الملوثات أو ظهور أي رائحة غريبة عليه أو تلفه، يجب استبداله على الفور. إذا ارتدي القناع الواقي لفترة طويلة جداً سيتحول إلى طبق لزرع البكتيريا والفيروسات، فلازم ننتبه. ما المواصفات المطلوبة لأقنعة الأطفال والمسنين والحوامل الحوامل؟ واحد، المرأة الحامل عندما ترتدي النساء الحوامل أقنعة واقية يجب أن يختزن نوعية أفضل تشعرهن بأكبر قدر من الراحة والاطمئنان وفقاً لظروفهن الخاصة، يجب أن يكون مريح. يعني الأطفال، من المعروف للجميع أن الأطفال في سنوات أولى يكونون في طور النمو، لذلك ينبغي أن يكون القناع الواقي الخاص بالأطفال صغيراً ويتلائم مع شكل الوجه. المسنين، بالنسبة لكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب والرئة، والذين تفاقم حالتهم الصحية سواء عند ارتداء القناع، ينبغي عليهم مراجعة الأطباء المتخصصين وطلب استشارة طبية بشأن ذلك. طبعا احنا قرأنا لكم 26 صفحة، هو الكتاب حوالي 50 صفحة، عشان هيك حنرجع لكم بفيديو آخر قريبا. وسلام عليكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. هذا فيديو واحد، رح يكون عندنا 2 و3.